لكم الأشياء اللي تعلمتها من الموبايل. تعلمت من الموبايل إني بوثق بحالي، لأنه بعمره والشيء اللي مرت فيه علمتني كيف كبرت فجأة. نحب المومنت، نستمتع بالمومنت اللي عم نعمل فيه، نستوعب الشيء اللي عم نعمل فيه، إنه نحن عم نقدم فن للعالم، العالم عم تشوف فينا، لازم نكون قد هذه المسؤولية. مزبوط. ما بحسك بتكون أقوى على ستيج معه. صحيح. بستمد من القوة عم يعني يكون على ستيج. وحتى بتاني برايم ما كنا كتير منيح، بس حسيت إنه بأول برايم حسيت إنه نكمل بعض أنا موبايل. تاني برايم خلاص المفروض. تاني برايم حسيت حتى إنه كان فاشل، أنا بقدر إنه كان فاشل، بس كملنا بعض. بتالت برايم حتى لو كنت أنا بغني بروحدي تغني لوحدة، حسيت فيها لما كانت تغني وحسيت فيها لما كانت تغني، إنه هل عطوه فيها الكونتاكت بينكم؟ exactly. تعرفوا أنا أكتر لحظة أثرت في بستار أكاديمي لحد هلا شو هي؟ acceptance. لا قبل لا مش الاكسبتنس لا اول برايم لا تاني برايم وقت اللي كنت طالع انا موبيل مغني على المسرح. تعرف اكثر لحظه اثرت في الشيء اللي كنت اقول فيه سكينة انه موبيل كانت تصلي وانا كنت اسمعها وانا كنت اصلي وهي كانت تسمعني. تخيل انا سمعتك تو بيرسونز بديانات مختلفه بيغنوا على نفس الستيج بتجمعوا الموسيقى العالم كله تشجعهم. سمعت عم بيصلي برامج صلبت ايدي على وجهي انا. تخيل انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهي ما بعرف شو كيف تعمل، بس انه ذات مومنت مان. تخيل موسيقى كيف تجمع شخصين مختلفين من واحد. ما هذا هو ستار اكاديمي موسيقى، بس ستار اكاديمي عم يخلينا انه عم نعيش كلنا بجو واو. انه اي جس قلتها يعني قلت له قبل انه برتاح لك انه وقليل ارتاح لشباب قليل لحس انه واو. مثلا انا ماني مصاحبه بحياتي، ما بقول هيك كرمال صاحبه لانيس ام شيء، بس انا طبعي ما بلاقي ماي تايب كثير قليل الاقيه، وحسيت بانيس هذا الشيء. أني ما حسيته بحدا. واو. ما أقول هيك لا بس عن جد أنا لأنه كتير صعب لقي الشخص اللي هيك. مثلاً عندي طارق بالأكاديمية، قلت لك عنه لطارق، هي اللي صار يلطش. شو اسمها أمك؟ جوسلين. جوسلين اتس اوفشلي دان. اتس اوفشلي دان. لا لا عن جد عن جد يعني إنه في كذا أشخاص مثلاً جربوا يتقربوا مني أنا ما حسيت وما برتاح لهم. يعني أنيس عن جد من الأشخاص اللي كتير برتاح له، وعن جد استغربت إنه بيصير أكاديمي يعني في لقيت شخص برتاح له من الجزائر، عشان الله بدي أوصل لها الجزائر. الله معه. شو هذا وين؟ فايك. I love you. Love you too.